هديتي حيلي الله يهد حيلك، يخرب بيت سدك مات عليك. أنا أبوها. أهلين عمو. نوال عندك؟ كيف عندي يعني؟ يعني بعد ما طلعت من عندك من المحل ما رجعت ما شفتها؟ طلعت من عندي وأخذ عزام على السوق، بعدين قال بدها ترجع على البيت. لهلأ ما رجعت على البيت. طيب سألته عزام؟ قال نزلت بالسيارة مشان تتسوق وما عادت رجعت. ليكون صار معها حادث لا سمح الله. سألنا المخافر والمستشفيات، ما في أي أثر لها. أنا ما عم صدق. طيب بتعرف شي وحدة من رفقاتها ممكن تكون عندها؟ لا والله عمو. طيب انت شو رح تعمل؟ والله ما بعرف، عم استنى على امل انه ترجع. طيب انا شو فيني اعمل سيادة اللواء؟ ولا شي، بدك تنتظر معي. اسمع، اذا خبرتك بتخبرني فورا. مع السلامة. شو في تعمل؟ نوال لهلا ما رجعت على البيت. طيب شوف وين هذا اللي على الموبايل؟ موبايلها مع ابوها، وين بدها تكون؟ ليكون حدا خطفها. اجا عزام بالسيارة. رجعت سيدي؟ ما هذا رجع. لازم تعمل شيء سيدي. لهلأ ما رجعت يعني الأمر مو طبيعي. بتحب اني ناوب هون ليلي سيدي؟ ليش اليوم مين مناوب؟ محمود وياسر سيدي. نبيل وينهم؟ نبيل اجازه لبكره ليجي سيدي. طيب خليك انت مناوب وبتروح بكير، ترتاح شوي وترجع. تأمر سيدي. يلا فوتوا لجوا. بتناوب لبكره. لك انا حمار، ليش سألته اني ناوب هون؟ كنت مشيت من غير ما اساله. في راحت الليله كلها علي. بسيطة، الصباح رباح. يا أنسي نوال، اللي أنت شايف العالم قدامك دود دود لازم تمعسيه. على كل هم أنا جبت لك معي أكل وشرب وراح طعميك وشربك بإيدي. شوفي يا بنت الناس، أنا مضطر من المنديل عن تمك، هم من شان تاكلي وهم لأني اشتقت لصوتك. بس أبدا ما بنصحك تصرخي لأنه لساني ببطلك إياه. هاد غير انه قد ما صرختي ما حدا رح يسمعك، يعني رح ينبح صوتك على الفاضي. شو قلتي؟ قيمي المنديل بدون ما تصرخي؟ اذا صرخت يا حمار الا ما يسمع صوتها حدا. يعني معقول خليها تموت من الجوع؟ شو صار له هاد؟ جد؟ شو هاد اللي رشيته على وشي؟ مخدر ما؟ حبيتي ريحته؟ وين انا؟ انت بمكان مهجور بعيد عن الخلق. شو بدك مني؟ شو بدي منك يا نوال؟ هذا سؤال يا انسي نوال. قولي شو بدي منك؟ قولي شو لي عليك دين؟ ولا نسيتي إهاناتك إلي؟ احتقارك؟ قرفك مني؟ انت هون لكسر منافسك
لحتى خليكي انت الدولة مو انا. بس بعد ما اخذ لك انت رح تعطيه لتامر. فشلت. انا هلا صرت احقا منه فيكي. انت جرتي علي كثير. والظالم لازم يدفع ثمن ظلمه. حزام انت هيك عم بتلف حبل المشتقة على رقبتك. ما انت اللي لفيتيها حول رقبتي من زمان. لك انا على طول كنت مخنوق ومالك حاسه فيي. لا كنت حاسه بس عم تستمتع باذلالي. نبيل بيعرف انك جبتني لهون؟ معقول خليه يعرف؟ انا جبتك لهون بعد ما اخذ اجازه. معلش روح الحمام. ليش انت كنت تسمحي له لتامر يروح على الحمام لما ربطنا لك اياه؟ ايه عملتي له انحصار بولي للمسكين ويمكن عملها تحته كذا مره. بس انا احسن منك ومن اللي خلفوكي، عشان هيك راح اسمح لك تروحي على الحمام. بس لا تتقلقي باي حركه، مفهوم؟ صباح الخير سعد اللواء. اهلين تامر. انا اسف جيت لعندك على المكتب بدون ما اتصل فيك، بس صدقني امبارح بالليل ما نمت. باين من عيونك، وانا كمان ما نمت. ما عرفتوا عنا شيء ولا خبر؟ ابدا ابدا، لا حس ولا خبر. تامر، امبارح لما اجت لعندك على المحل كانت طبيعية؟ يعني ما حسيت انه هي خايفة مرعوبة من شيء؟ بالعكس كانت بمنتهى السعادة. كان عزام عم يستناها بالسيارة وطلعت معه هي عم تضحك وراحوا على السوق. غريب كمان انه اما قالت لي انه لما طلعت كانت عم تضحك ما في شيء. بركي كانت مزعوجة من شيء وانتم ما انتبهتوا. لا لا لا، انا سألت كل البيت ما في حدا زعلها ابدا. لا لا، شو تقديراتك سيادة اللواء؟ شوف، طالما نحن سألنا المستشفيات سألنا المخافر ما في أي حس ولا في أي خبر، معناتها ما في غير حل واحد، إنه نوال تكون خطفت. خطفت؟ خطفت، واللي خاطفينها يا إما بدهم مصاري يا إما بدهم ياني أنا نفذ لهم شيء أو أمنع تنفيذ شيء. بالوقت الحاضر ما عم نقدر نعمل شيء غير انه ننتظر خبر عنها او مكالمه تلفونيه. معقول معقول يا تامر كل هالنفوذ اللي عندي وكلهم رجال ما اقدر اعمل شيء؟ سياده اللواء، بلكي حدا من اعدائك هو اللي خاطفها. اعدائي ولا اعدائها شو بعرفني فيهم؟ يمكن يعني اذا حصرت اعدائك ممكن تعرف مين هن. يا تامر، الاعداء اشكال والوان، في اعداء مرئيين وفي اعداء مو مرئيين، شو بيعرفني مين هنن؟ شو بدك تعمل؟ بشو عم تفكر؟ بصراحة أنا شاكك بخطيبها السابق عابد. عابد ممكن يخطفها؟ ليش لا؟ لأنه تركته. ممكن. أعطيني أي معلومات جديدة بتعرفها عنه، لأنه أنا مستعد أتمسك بأشياء وحدة. ولا صوت ولا نص صوت. الشي اللي عم تعمله رح يدمرك يا عزام. ما انت دمرتيني وخلصتي، ما عاد في شي ينبكى عليه. انت ما كنت شايفه حدا قدامك غير حالك. انا بشر، بشر من لحم ودم ومشاعر. مشاعرك كان لازم تتوجه لغيري طالما عرفت انه انا بحبه لتامر. قصدك طالما عرفت انك بتحتقريني. طيب بدك يعني اعتذر لك لاني استهترت بمشاعرك؟ تعتذري؟ وهلا؟ طبعا وانت بهالموقف رح تعتذري وتبوسي صرمايتي كمان، واعتذارك ما حيكون له اي معنى. بتعرفي ليش؟ لانه حيصير غصب عنك. رح خليكي تندمي على كل شيء عملتيه فيي. انا ما عملت فيك شيء، انت اللي عملت بحالك. كلي بدي روح على الدوام، بدي روح شوف شو صار بأبوك وأمك.
ان شاء الله حبيب القلب تامر يكون دري انك اختفيتي من الوجود. الظاهر انت جنيت بدون ما تدري يا عزام. ما تفيني يا عال، كل ملاك الهوى ولا مبيني لا بارض ولا بسماء، ومثل ما انك شايف اما من الصبح على هالقعده. طيب كيف بتطلع معك وبترجع بدونها؟ ايه شو بدي وقف قدام كل محل من فتله؟ فتلنا 20 محل، وين بدي صف السياره؟ اكيد هي يا طفشيت يا انخطفيت. ليش لا تطفش طالما اهلها وابوها وافقوا على تامر؟ معناتها انخطفت. ولو تشوف ابوها طالع الصبح وشه ازرق مثل النيله، ولما رجع الظهر وشه ما عم يتفسر. شمتان لك عزام؟ هلا هيك فهمت؟ لك والله ما عرفت نام من زعلي. لا، وقال كنت بدي اخذ اجازه لاطلع اخطب وعملت مواعيد. اكيد المعلم ما راح يوافق لي. طالما انا صرت هون وانت ارتبطت ما بظن انه يرفض. ما بعرف، استصعب اخذ اجازه لاخطب وبنته. يعني هي صعبه، بس يعني اذا مضطر. حددنا موعد وقلت لهم طالع. اجى المعلم نبيل. طمنا سيدي. ما في شيء لهلا. يعني ما اتصلوا فيكم اللي خطفوها؟ اللي خطفوها؟ عفوا سيدي، انا ونبيل عم نقول انه اكيد في حدا خطفها. ما راح ناخذ قرار باللي صار الا لحتى نتاكد. سيدي معلش احكي معكم بشغلي لبين ما تجي السياره. خير شو في؟ سيدي صحيح هلا مو وقت بنو، بس انا مضطر اطلع على البلد لانه اهلي مصممين يخطبوا لي بنت عمي، اخذين موعد للخطبه قبل ما يصير اللي صار. اذا عاوزني هون سيدي ما في مشكله، ناجل الخطبه. كم يوم بدك؟ يعني 3-4 أيام سيدي. ما في مشكلة، طالما عرفنا اللي بتعرفوه بتقدر تروح. ممنونك سيدي. تمر على المحاسب جهاد خليه يصرف لك 10,000 ليرة، أنا هلا بحكي معه. ما بدي غير سلامتكم سيدي. انتبهوا، إذا عرفتوا شيء عن نوال بتخبروني فورا. أنا واصل مشوار بحاول ما أتأخر، فهمتوا؟ حاضر سيدي. مين حتى إجازة فوق منها 10,000 ليرة؟ لك أنا بدي 10,000 ليرة هلا. أنا مستعد أدفع 100,000 ليرة وترجع بنته لك نبيل. والله تقطع قلبي عليه وعلى مرته. والله معك. شبك؟ خلاص خلاص، كمان أنا الوقت ما تركتك ما حطيت لقمة بتمي. هلا بناكل سوا. واذا بدك تدخلي على الحمام لا تغسلي تكرم عينك. بس تعدي ادبيه. شو تعدي ادبيه؟ هيك بحطك على راسي. شو رايك انك جوزت حالك هلا؟ لك انا ما بحب الصراخ مع انه ما في فايده منه. قلت لك المنطقه مقطوعه ما فيها لا هاجوج ولا ماجوج. تفضلي استحي قد ما بدك. اعطيني موبايلي بدي احكي مع ماما. ايه ليه؟ موبايلك يا بسبوسة عيني صار مع ابوك. طيب خليني احكي من موبايلك، ما بفتح تمك كلمة. ها مشان اول حرف تنطقي فيها يا عزام، وين بدي اقف خواليك؟ عموما انا اخذت اجازة كان يوم مشان اقعد معك ونتفاهم. هلا راح فك لك الحبل مشان تاكلي. بس تقعدي عالي. هلا بيوصلوني حيشنوني احكي ولمين اشكي طال انتظاري حرقاني نار عم يتسع شكي. اهلين سيد تامر. تفضل. صار شيء؟ للأسف لهلأ ما بينت. مو غريبة؟ مو بس غريبة، فظيعة كمان. طيب سيادة الإمام ما صار شي معه بالتحريم؟ ولا شي. عزام وينه؟ عزام أخذ إجازة وسافر على حمص. معقول ياخذ إجازة قبل ما يلاقوا نوال؟ معقولة ما يستنى يشوف مصير البنت؟ البنت اللي طلعت معه ما رجعت؟ يعني بصراحة قبل ما تختفي الآنسة نوال
قال لي انه بده يسافر على حمص مشان يخطب بنت عمه، بالظاهر ربط موعد مع بنت عمه فمشان هيك اضطر انه يسافر. ايه بس يعني هو كان فينه يأجل سفرته على حمص لبين ما توضح الامور، ولا انا غلطان؟ مزبوط، نحن لازم نشوفه. انا عنوانه بحمص ما بعرف، بس انتوا ليش عم تسألوا هيك سؤال؟ شباب معلش تتركونا لحظة. اوكي سيد نبيل، انت بتعرفوا العزام يا مو هيك؟ طبعا. هو كان يحبها لنوال؟ كان يحبها. انا ما عم بفهم لوين بدك توصل. بدي اوصل لنوال يا نبيل، انا شاكك انه عزام بيعرف وينها. قصدك هو المسؤول عن اختفائها؟ كان يحبها ولا ما كان يحبها؟ يعني كان معجب فيها، بس ما بظن انه شو؟ عزام ما بيسترجي مسترفها لبنت المعلم. نوال قالت لي انه كان يضايقها وكان ينصحها انه تبعد عنه، وقالت لي كمان انه اعترف لها بحبه وعرض عليها الزواج. انا ما بعرف هالشي. انت بتعرف كل شيء يا سيد نبيل. يمكن اذا قلت لمعلمك انه انت وعزام متفقين رح تغير رايك. حلا شو بدي اتفق انا وياه اذا طول الوقت عم اقول له يقيمها من راسه؟ كانت نوال براسه، كان كل همه يطلع هو وياها مشوار وطلع. طلع هو وياها لحاله؟ كانت بدها تروح لعندك على المحل يوم اللي كان المعلم رفض انكم تتزوجوا، وقتها خوفها من ابوها كثير فما اجت لعندك وتغدت هي وياه بالمطعم. بصراحه نبيل، قبل ما اقول لسياده اللواء، انت بتعتقد انه عزام هو اللي خطفها؟ لا صدقني لا. بتعتقد انه ممكن يقتلها؟ ما حدا بيقتل اللي بيحبه. معناته كان بيحبها. انا اسف، انا مضطر اقول له لسياده اللواء خليه يجيبه من حمص ويحقق معه ويعرف الحقيقه. حرام، الزلمه رايح يخطب وفي بنت اختفيت، اذا مو قاتلها معناته خاطفها. والله عزام ما بسترجي يعمل هيك شيء. اذا كان حقودي بيعمل اكثر. عزام كان حقودي صح؟ لا يعني ما رح تريحني؟ والله ما بعرف شيء ولا حكى لي شيء. ماشي سياده اللواء هلا ما عنده حدا يشك فيه، بس انا صار عندي. شكرا نبيل، يعطيك العافية. الله يعافيك. ترامسي شو انتو هون؟ مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. سيادة اللواء فوق؟ طلعوا لسه ما رجع سيدي. طيب روح شوف شغلك. ما صار شيء جديد مع خطيبتك نوال؟ ايش تدري؟ سيادة اللواء رئيسي وبنفس الوقت صديقي. طالما انت فتحت الموضوع حلك شيء سيادة العقيد، أنا شاكك بشخص بيشتغل هون عند سيادة اللواء. شاكك فيه؟ واسمه عزام. نبيل قال لي إنه سافر على حمص لحتى يخطب بنت عمه، وبصراحة أنا ما دخلت بعقلي هاي القصة. فيعني بعد إذنك يا ريت تجيبه على التحقيق، بس بدون ما يدرى سيادة اللواء، لحتى إذا طلع بريء ما يلومني. طيب، تعال معي على المكتب وقولي ليش شاكك فيه، وأنا بحل الموضوع بمعرفتي. ماشي. بدون ما يدرى سيادة اللواء. شرفك. ابي اسوق سيارتي. يلا شباب يلا. كنت مخبي لك حب بكفي خلق الله كله. لو ما عطيتيني ريق حلو املتيني كنت سلمت بالامر الواقع ونسيتك. بس انت قلتي لي حنروح سوا ونجي سوا. مين اللي بيروحوا سوا وبيجوا سوا غير اللي بيحبوا بعضهم؟ كذبت علي لحتى تحققي مقاربك، وبعدين كشرتي عن نيابك. بس انا بحياتي ما قلت لك اني بحبك او معجبه فيك. كلامك كان يقول لي وعودك كانت تقول لي. وبعد ما رجعتي لحبيب القلب بلشت تزليني وتهينيني كاني حشره دوده، مع اني لاني حشره ولاني دوده. وهذا اللي جابك لهون، وهذا اللي بدي حاسبك عليه. وبتعرفي اول الحساب شو؟ اني اخذك غصب عنك، لانك هلا صرتي ملكي. لا يا عزام، انت مالك هيك. لكن انا شو؟ بني ادم بلا كرامه بلا احساس مالي رجال. ولك على رجالك بوس ايدك يا حسن، بوس
سيدك.